بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. بنكمل معاكم مراجعة نص منهج عن طريق نماذج بوكلتات حديثة 2020، البوكلت رقم 2 Choose the correct answer from A, B, C or D. Balancing work and family، الموازنة أو التوازن ما بين العمل والأسرة. is the main cause، هو السبب الرئيسي of stress for many people، للتوتر، سبب رئيسي للتوتر لناس كتيرة. She played a pioneering role، هي لعبت دور ريادي in opening her education to women. Pioneering. سماح is away on holiday، هي سماح دلوقتي في أجازة مش موجودة، بقول لي away on holiday. يبقى احنا عايزين نختار من الاختيارات ديت اللي هي ايه، قد ذهبت الى بس لسه ما جاتش، يبقى she has gone to Paris. انما has been لما احنا نفتكر يا شباب اللي هي معناها ايه، كان في مكان ورجع منه. I feel terrible. I think هنا في يعتبر دليل، يبقى I think I am going to be sick، اعتقد ان انا هتعب. Did you go to the party؟ هل انت رحت الحفلة؟ Did you go to the party؟ No, I was not invited. لا، لم أذهب، أو آسف، لم أدعى. Try to هدير to go with you. To go يبقى try to get هدير. إنما احنا عارفين have و let و make، يبقى هنا الفعل في المصدر بدون to، يعني حاول ان انت تخلي هدير تبقى تيجي معانا on this picnic. Is the science of how to make computers do things that usually need human intelligence، اللي هو الذكاء الصناعي او الاصطناعي، يبقى artificial intelligence. artificial intelligence الذكاء الصناعي. مجدي يعقوب فاونديشن، مؤسسة مجدي يعقوب، opened the Aswan Heart Center in 2009. I met my fiancé while we were، انا قابلت بقول ايه خطيبتي while we were on holiday. The old house collapsed. collapse ينهار، يبقى انهار last night. This is a job that people sometimes do in office and sometimes outside. The word see with the word B يبقى rhymes، يعني عاملة قافية ماشي على نفس الايه القافية. Mona has stayed in this hotel for fortnight، لمدة اسبوعين. for هنا دي تعتبر فترة زمنية. Florence Nightingale opened the Nightingale School of Nursing in London. of nursing هي She opened a school for nursing. إنما اسم الاسم بتاع المستشفى اللي عملتها The Nightingale School of Nursing. The awards الجوائز for this competition are gold medals. Awards. Due to TV programs influence children's behavior، تؤثر على سلوك الأطفال. The lawyer could prove يثبت the innocence براءة of his client cleverly. Susie has gained a lot of weight، ما نقول ازداد في الوزن يبقى gain weight عكس lose weight. The train at 6 o'clock tomorrow، مع جداول المواعيد المضارع البسيط يدل على المستقبل يبقى leaves. Her work was so hard that I had no choice to fail her، يسقطها.
a layer of dust. طبقة من الغبار. covered everything in the room. If you don't take your umbrella, لو مش هتاخد الشمسية بتاعتك, you're going to get soaked. soaked. هتغرق, هتتبل يعني. He decided to sue the company as they broke the contract with him. اللي هم ايه, فكوا التعاقد او انهوا التعاقد معه. Was the minister kidnapped? يبقى by whom? بواسطة مين؟ اللي اختطف الوزير. بواسطة مين اختطف الوزير؟ I worked, هنا في نون, يبقى such long hours that I didn't have any time to myself. The more people want to do something, the cheaper it will become. طبعا كل ما كتر الناس اللي هم عايزين يعملوا حاجة بتقل التكلفة, يبقى أرخص. Everyone has seen plants growing. فالفي اي انجي. By the end of this year, بنهاية هذا العام, يبقى هنا في دلالة باي ومعها ما يدل على المستقبل, يبقى هنختار مستقبل تام. Will have finished her secondary education. Once the manager arrives, طب ليه خدنا arrives عشان نص الجملة التاني مستقبل, we will start the meeting. بمجرد ما المدير هيوصل هنبدأ الاجتماع. After a long chase, بعد مطاردة طويلة, the criminal got arrested. قبض عليه. بالنسبة للcomprehension, القطعة, طبعا احنا بنقرأ زي ما احنا متعودين مع بعض, بنقرأ الأسئلة اللي هي الopen ended اللي هم 7 و8 و9 و10, وبنفهم القطعة عن ايه, وبعد كده بنبتدي نحل. النهاردة يعني تقريبا بلخص القطعة معاكم بس يعني, انما احنا يا شباب بنفتكر مع بعض, بنقرأ القطعة 3 مرات. اول مرة قراءة سريعة علشان ناخد الفكرة الاجمالية بتاعة القطعة بتتكلم عن ايه. المرة التانية بنقراها ابطأ شوية عشان نفهم اكتر ونخمن الكلمات الجديدة. المرة التالتة بتبقى لاجابة الاسئلة. تلخيصا للقطعة, يعني القطعة بتتكلم عن طريقتين للسيطرة على المخ البشري. الطريقتين طرق سيئة يعني, تستخدم حتى في من اساليب التعذيب. هيبنوسيس, التنويم المغناطيسي, وتكنيك اخر اللي هو برين واشنج اللي هو غسيل المخ. الطريقتين دول بيستخدموا في ان انت تتحكم في الشخص اللي قدامك. تمام. نشوف كده مع بعض نقول ايه الاسئلة. بس نصيحتي ليكم تقروها كويس, وانا طبعا كنت منزل لكم الاسئلة على اساس ان انتوا تفكروا فيها قبل ما نحل. يعني احنا النهاردة انتوا بتتأكدوا من الاجابات, ونشوف بقى مناقشاتكم كمان في التعليقات. طيب بنشوف الاسئلة. The underlined pronoun, الضمير اللي تحت خط اللي هو they, اللي هي ديت, بتشير الى ايه؟ اكيد بتشير الى people. طبعا انا بقول اكيد على اساس ان انا قارئ القطعة, لما تقروها برضو هتلاقيها بتشير الى الاختيار اللي هو people. The underlined word entails means, الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة entails, بتشير اليه, اللي هي الكلمة ديت entails, هنا في القطعة معناها consists of, اللي هي يتكون من, consists of, يتكون من. According to the passage, طبقا للقطعة, يبقى خلاص مش من دماغنا بقى. There are two techniques, في طريقتين for controlling people's minds. The expression starving them, يعني ايه starving them؟ اللي هي التجويع, يبقى means to make them hungry, ان انت تخليهم جعان.
when other new ideas can be planted in people's minds, when people lose their sense of reality. برضو من خلال القطعة، امتى اي حاجة ممكن تتزرع في مخهم؟ لما يفقدوا اللي هي الاساس بالواقعية بتاعتهم. We use to make people believe false things، اللي هو brain washing، اللي هو غسيل المخ، والطرق بتاعته موجودة في القطع عشان الناس تعتقد أو تصدق إيه، أشياء مزيفة أو غير حقيقية. According to this passage, how can we control people's minds? Through، من خلال الاتنين التكنيك اللي موجودين، اللي هو hypnosis اللي هو التنويم المغناطيسي and brain washing. What does brain washing consist of؟ يشمل ايه؟ forcing people to believe false things، ارغام الناس على تصديق اشياء مزيفة. Give a suitable title to the passage، ممكن نقول two techniques for controlling people's minds أو controlling people's minds، السيطرة على عقول الناس. Do you agree with the technique of brainwashing؟ هل أنت متفق مع التكنيك بتاع غسيل المخ ده اللي في القطع؟ أكيد لأ. No، because brainwashing destroys the person's personality، بيقتل شخصية البني آدم. The Prisoner of Zenda, the novel. Where is Zenda located? الاختيار B، it's 80 kilometers from the capital and 10 kilometers from the border. In comparison with the Rosendell's family، بالمقارنة مع أسرة راسندل. Rose's family were rich، هم أغنياء، but less important than the Rosendells، لكن أقل أهمية منهم. Who replaced Joseph after his murder؟ مين اللي حل محل جوزيف بعد ما اتقتل؟ A new servant who never saw the real king before took his place، خد مكانه. What did the poor do when they saw Rosendell on his own in their old town؟ عملوا ايه السكان الحي القديم او الفقراء لما شافوا راسندل لوحده في المدينة او الجزء في منطقته؟ Some of them smiled، بعضهم ابتسم، and cheered، وهتف. Others were quiet، كانوا هاديين. بعضهم اخرين كانوا هاديين، and looked at him angrily، ونظروا اليه بغضب. Answer to of the following questions. Do you think Sapt and Rosendell were right when they decided to attack the dog's men at the hunting lodge? هل تعتقد ان هم كانوا على حق سابت وراسندل لما قرروا يهاجموا رجالة دوك مايكل at the hunting lodge? No، I don't think that they were right because the dog's men were more numerous، أو يعني هم كانوا أكثر عددا منهم. سابت أند راسندل could have been killed، كان ممكن يتقتلوا. سابت proved to be a clever physicist، يجي لي السؤال ده بأي طريقة، يعني ممكن الوضع الامتحان يحطه بأي طريقة، إنه كان محنك، إنه كان عنده معلومات، إنه كان هنا مثلا بيقول لي كان فيزيقي بارع، illustrate وضح. هنا بنجيب الجزئية بتاعت on their way to the hunting lodge، وهم في طريقهم إلى hunting lodge، Sapt put his ear on the ground، حط ودانه على الأرض to know who the people behind them were. He could know that they were two horses، أو there were two horses، كان في حصانين، and that they were 2 kilometers behind them. Why do you think the dog's men killed Joseph؟ تعتقد ليه جوزيف اتقتل أو رجال الدوق قتلوا جوزيف؟ I think، هو اعتقاد، يعني أنت بتخمن حاجة أنت ما جتش في القصة، ما قراتهاش كحدث. فمثلا ممكن نقول I think Joseph tried to defend the king، أعتقد إن هو حاول يدافع عن الملك.
وهم بيختطفوه يعني تقريبا. So they killed him. Finish the following dialogue. سؤال المحادثة. طبعا سؤال المحادثة النصيحة اللي احنا بنقولها دايما ان احنا بنقرأ المحادثة كلها على بعضها علشان نفهم الحوار ايه. ممكن تكون اجابة واحد مثلا يعني ممكن تكون في الاخر، ممكن تكون في جزء في المحادثة، عشان كده بنقراها ونفهم ايه المحادثة بتدور عن ايه. فبنبتدي مع بعض. هي المحادثة عبارة عن ان وردة is telling سامية about some work. تحكي لها عن ايه؟ عن حاجة. نشوف كده ايه الحكاية. وردة بتقول لها I have been asked to write an article for a website. انا مطلوب مني ان انا اكتب مقال لويب سايت، موقع. What's it about؟ يبقى ممكن great news او that's fantastic. بتقول لها عن ايه؟ It's about recycling. هو عن recycling اللي هي إعادة تصنيع أو إعادة تدوير الأشياء. هنا في سؤال بتقول لها I choose، هنا الفعل في الماضي، يبقى كده هنسأل بإيه؟ بالسؤال يكون بتاعي في الماضي. I choose recycling because I think it's an important subject. يبقى why did you choose recycling؟ Why did you choose؟ رجعنا طبعا choose أيات إلى مصدرها. ليه اخترتي recycling؟ What's going to be in the article؟ Well, it's a bit difficult to explain. يعني شوية صعب ان انا اشرح. فهنا في سؤال بتقول لها yes to summarize، علشان الخص، وهتقول لها يعني ايه الموضوع بايجاز يعني. فممكن تقول لها can you summarize it؟ ممكن تلخص ايه؟ ممكن تقول لها but you can summarize it. Can't you? The article is going to be about how people can recycle more. هنا في سؤال بتقول لها for two reasons، لسببين. First I sent them the idea. يبقى ممكن why did they ask you to write it؟ ليه طلبوا منك انت يعني؟ تقول لها لسببين، ان انا بعت لهم قبل كده. Secondly, because I have written to them before. أنا كتبت لهم قبل كده من قبل. عشان هي بتقول لها When did you write for them before؟ مظبوط السؤال إيه؟ أو الجملة ماشية مع السؤال اللي هو بعدها. When did you write for them before؟ تقول لها I wrote an article last year. I am really looking forward to writing this article. يعني أنا متشوقة إن أنا أكتبه أو أكتب هذا المقال. Well, I am looking forward to reading it. طبعا الباراجرافات زي ما احنا متعودين إن احنا بنشوفها في فيديوهات منفصلة. ترجمة. Translate into Arabic. Youth should be aware of the dangers online such as scamming and phishing. يبقى ينبغي أن يكون الشباب على وعي بمخاطر الإنترنت، مثل عمليات النصب اللي هي such as scamming scam اللي هي النصب، and phishing. phishing كلمة مستحدثة اللي هي تصيد المعلومات أو سرقة أو السطو على المعلومات. I don't think that e-books will ever replace traditional books. لا أعتقد أن الكتب الإلكترونية ستحل محل الكتب التقليدية. Translate into English. تستطيع أن تعبر عن رأيك بشرط أن تحترم الآخرين. You can express your opinion provided that. بشرط أن you respect others الآخرين. يعتقد البعض أن استكشاف الفضاء مضيعة للوقت والمال. Some people think that space exploration is a waste of time and money. أشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات قادمة لمراجعة اللغة الإنجليزية.
تحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.